هنا كنرحبوا بكم في عرض جميل. الناس اللي كتقلب على السكنه كيكون فيها الجيران قلال. جبنا لكم دي زابارتومون في الارض الثمن 65 مليون، وعندنا لابارتومون بمساحه ديال 85 بالشقق في طاوله فينيسيوم. شروط الدعم متوفره بمساحه جميله وبهذه الخزانه بجوج. متابعينا كنرحبوا بكم في عرض جميل. الناس اللي كتقلب على سكنه كيكون فيها الجيران قلال. جبنا لكم دي زابارتومون في الاير بلوس 2، عندك 3 ديال السكان في البنايه. عندنا السفلي بمساحه ديال 93 متر والثمن 65 مليون، وعندنا لابارتومون بمساحه ديال 85 مبيع بنفس التصميم الطبق الاول وكذلك الطبق الثاني، والثمن 70 مليون قابل للتفاوض. نعطيكم الشقه في الطبق الثاني باش نطلعوا على لا فينيسيون كذلك التصميم. هو المدخل الرئيسي ديال الشقه بالنسبه للشقق في طور لا فينيسيون. شروط الدعم متوفره والموقع جميل قريب من ديامون فير في جزيره شيماء في الزهور. كندخلوا على يدينا الشمال كنلقاو هذا الاستقبال بالديزاين مقسوم، كيسمح لك دير جلسه بلديه وكذلك جلسه روميه بجوج ديال الشراج مع الشارع بإطلاله على الجنوب الشرقي. كتكون مشمسه في الفتره الصباحيه وكذلك في اخر الفتره المسائيه. الاستقبال جنب صباغه بلاتينيه وبهذا الديزاين طاغي عليه السامبل مجهز بالليد وكذلك باللي سبوت وبهذا لينيش. عطانا منظر جميل للاستقبال. لانستالاسيون ديال لا تيليفزيون كذلك لا كليم حاضر في قلب الاستقبال. لابارتومون جاتنا بتصميم ديال 3 ديال الغرف وجوج ديال الحمامات بالكون كذلك مطبخ وصالون وسيجور. نشوفو باقي المرافق. عندنا حمام قريب للاستقبال بالاكسسوارات ديالو ومزلج في الحيوطة من الأرض حتى للبلافو، وكيتواجد في القلب ديالو. هذه الغرفة الأولى، جاتنا الغرفة مفيهاش البلاكار والإطلالة ديالها على لاكور. وبالنسبة للصباغة وكذلك الزليج بنفس النوعية ديال الزليج اللي كيتواجد في الاستقبال وبالديزاين طاغي عليه السامبل من ناحية الصباغة. هذه الغرفة الثانية كيتواجد في القلب ديالها خزانة بجوج ديال البيبان كوليس مقسمة ومغلفة كما ينبغي، بلاصة ديال الترتيب وبلاصة ديال العلاقة، مفتوحة على بالكون بإطلالة على الشارع. لي بالكون محاطين بزجاج ترومبي وكذلك بالإنوكس، إطلالة مشمسة بشكل كافي. نشوفو المطبخ وكذلك الغرفة ديال النوم. المطبخ في طور لا فينيسيون جانا مقسم بالام دي اف، اللون الابيض وكذلك اللون الفضي، الوان متناسقة. انستالاسيون ديال الشوفو حاضر في القلب ديال المطبخ، كذلك الغسالة ديال المايين وكذلك المصبانة، الفرن وكذلك الانستالاسيون ديال لاهوت والتقسيم. كذلك وفرنا البلاصة ديال الثلاجة. هذه الغرفة الرئيسية ديال النوم، في المدخل ديالها حمام بنفس الحمام بنفس اللمسة ديال الحمام اللي شفتو قريب للاستقبال. كيتواجد القلب ديالو فاسك بالمراية ديالو. الغرفة ديال النوم جاتنا بمساحة جميلة وبهاد الخزانة بجوج ديال البيبان كوليس مقسمة ومغلفة. وبالنسبة لانستالاسيون ديال لي طابل دو نوي جانا جوج لينيش الراس ديال الناموسية، عطاونا منظر جميل للغرفة. لانستالاسيون ديال لا كليم كذلك لا تيليفزيون حاضر في قلب الغرفة.
ديزاين ديال الغرفة رومي مجهز بلي سبوت وكذلك بالليد، والإطلالة ديالها كتطل على لاكور. لاكور جانا بمساحة كبيرة، المساحة ديالو كتفوق 16 متر، كيعطي الإضاءة وكذلك الفروجية بالمرافق اللي كتطل عليه. بالنسبة للموقع كما شرنا لكم في الزهور، جزيئة شيماء قريب من ديامون فير، وبالنسبة للمساحة 85 متر في القلب ديال التيتر، وعندنا السفلي بمساحة ديال 93 متر بالنسبة للأثمنة، 65 بالنسبة للسفلي، بالنسبة للأبارتمون 70 مليون. أثمنة قابلة للتفاوض، ما عليكم غير تزوروا الشقق وتطلعوا على التصميم وكذلك لا فينيسيون بشكل مباشر. وعندنا دي زابارتمون بمساحات كبيرة في الاير بلوس 4 في نفس الموقع، وبأثمنة مختلفة على حسب المساحة وكذلك الطابق. ما عليكم غير تزوروا الصفحة ديالنا، غتلقاو جميع العروض وكذلك القناة ديالنا على اليوتيوب شقق فاس. وإلى اللقاء إلى عرض جديد من عروض شقق فاس. Thank you.